تحية طيبة لمتابعين قناة نادي رؤية الثقافي. اليوم إن شاء الله سأتكلم عن الرحلة إلى جمهورية مصر العربية وتحديدا مدينة القاهرة. طبعا مثل ما أنتم عارفين مصر هي دولة التاريخ ودولة الثقافة ودولة العراقة، ولذلك أنا اخترت أني أسوي رحلة إلى هذا البلد العريق. طبعا أنا ودي لو يعني أعطيكم ملخص لهذه الرحلة علشان اللي ودي يسجل فيها يكون عارف قبل ما يسجل هو رايح فين وحيشوف إيه، هيتمشى فين في القاهرة. طبعا الرحلة راح تكون عبارة عن 5 أيام و4 ليالي. في يوم الوصول سيكون هناك طبعا رحلة ليلية خلينا نقول، أو يعني رحلة ستبدأ في الساعة 8 مساء وراح تكون متوجهة إلى مكان يسمى في مصر الحسين. هو يسمى الحسين لأن راح يكون بجانب مسجد الحسين. طبعا سوق يعني راح يكون سوق قديم، وفي بعض اللي يعني يبيعون في بعض الأنتيكات وبعض الملابس وبعض الأشياء الشعبية يعني إلى آخره. طبعا إحنا مو رايحين لهذا السوق، إحنا طبعا راح نشوف هذا السوق بس إحنا مو رايحين له، إحنا رايحين لمقهى يسمى مقهى نجيب محفوظ. هذا المقهى كان يقعد فيه نجيب محفوظ، طبعا يقعد فيه، وأعتقد يعني أنا أن في هذا المقهى، وطبعا أكيد عدة مقاهي في القاهرة، يعني نجيب يعني بدأ يشوف الناس ويشوف البشر اللي من رواد هذا المقهى وكذلك من رواد يعني الحسين، ويعني يستنبط ويعني خلينا نقول يتصور ويتخيل أبطال رواياته. وأنتوا عارفين طبعا الناس الخبرة في أدب نجيب محفوظ عارفين أن أكثر الناس اللي موجودين في روايات نجيب محفوظ هم الناس الشعبيين، يعني هؤلاء تقريبا هم يعني أو أكثر الأبطال اللي يعني موجودين في روايات نجيب محفوظ. فهذا راح يكون في اليوم الأول، راح نروح إلى الحسين وراح نتعشى في مقهى نجيب محفوظ. طبعا عادة المقهى يكون فيه يعني عزف على العود، فيعني وأعتقد العزف يبلش في الساعة 10. هذا فيما يخص اليوم الأول. طبعا راح نرجع الفندق ننام ونقوم ثاني يوم نستعد للرحلة إلى الأهرامات. الأهرامات يعني ما أدري شلون أشرح لكم عظمة هذا المكان وعظمة أهرامات الجيزة. لما رحت لأول مرة قبل 4 سنوات يعني شعرت بالذهول، ويعني كانت لحظات لا تنسى في تاريخ حياتي. فيعني ودي لو تشوفون هذه الأهرامات. طبعا أنا في كل مكان راح نروح له راح أعطيكم معلومات وراح يعني أجاوب على كل الأسئلة اللي راح تطرحونها. راح نتكلم عن الأهرامات، تاريخ الأهرامات، طريقة بناء الأهرامات، هناك نظريات لبناء الأهرامات، وكذلك بعد الأهرامات راح نروح نزور صديقنا أبو الهول، وكذلك راح نتكلم عن أبو الهول، راح ياخذ حقه من الكلام. بعد أهرامات الجيزة راح نتجه إلى مكان قريب جدا من الأهرامات وهو القرية الفرعونية. هذه القرية الفرعونية قرية جميلة جدا، يعني عاملينها ومسوينها على الطراز الفرعوني، علشان أنت الكويتي السعودي القطري من جميع دول العالم تروح تزور الفراعنة في عقر دارهم، كأنك يعني رجع فيك الزمن إلى تلك الفترة اللي كانوا الفراعنة عايشين فيها، تركب المركب اللي هم ركبوه، تشوف البردي اللي كانوا يعني كان يطلع في خلينا نقول أرض مصر،
وتشوف طبعا الأشياء اللي كانوا يستعملونها. كذلك هناك مثلا ممكن تزور قبر توت عنخ آمون، طبعا مش الأصلي، الأصلي مو موجود في القرية الفرعونية، فهي قرية يعني مسوينها على أساس تعيشك أجواء الفراعنة. هذا فيما يخص اليوم الثاني. في اليوم الثالث راح نزور المتحف المصري بالقاهرة. طبعا المتحف المصري في القاهرة يحتوي على آلاف القطع الأثرية، ومن أشهر هذه القطع الأثرية هي يعني خلينا نقول كنوز الملك توت عنخ آمون، ويعني الكثير الكثير من التحف ويعني الآثار الموجودة في المتحف المصري. راح أكون معاكم طول الوقت، راح نتكلم عن قطعة قطعة يعني إن شاء الله عاد يسع الوقت ونتكلم ونشرح يعني هذه الآثار. بعد ما نخلص من المتحف المصري في ميدان التحرير سنتجه إلى المتحف الآخر وهو متحف الحضارة المصرية. متحف الحضارة المصرية متحف صغير دور واحد يعني في آثار، ويعني طبعا المتحف جديد أجدد من متحف ميدان التحرير أو المتحف المصري. هذا متحف الحضارة المصرية، حتى المكان اللي يعني اللي مسوينه فيه حلو، يطل على بحيرة. راح ندش داخل نشوف الآثار، وبعد ذلك راح ننزل السرداب ونشوف شنو المومياوات. طبعا كذلك هذه التجربة راح تكون تجربة رهيبة، وراح يعني يقشعر يعني شعر بدنك ويعني راح تحس انك يعني بإحساس غريب وانت امام هؤلاء الملوك. وطبعا من ضمن هؤلاء الملوك يقال ان يعني فرعون موسى اللي مذكور في الكتاب المقدس وكذلك المذكور في القرآن. فرعون موسى هو رمسيس الثاني مثل ما يقال. طبعا هذه المعلومة مش أكيد، ولكن يعني أنت احتمال تكون لو يعني لما تزور هناك احتمال تشوف فرعون موسى، فيعني هذا شيء ما يتطوف صراحة. طيب هذا فيما يخص اليوم الثالث. في اليوم الرابع راح نزور مكان يسمى مجمع الأديان. هذا مجمع الأديان راح يكون عبارة عن مسجد عمرو بن العاص، وكذلك الكنائس الخاصة بالأقباط. أشهر الكنائس هناك هي كنيسة مار قرقس. وكذلك في هذا المكان راح نزور المتحف القبطي. المتحف القبطي واحد من أجمل المتاحف المصرية، راح نشوف فيه الأيقونات القبطية المشهورة وكذلك الكثير من الآثار داخل هذه المتاحف. بالإضافة طبعا مثل ما قلت لكم راح نزور الكنائس، يعني كنيسة مار قرقس كنيسة جميلة جدا، والمكان معمول في يعني أو الكنائس خلينا نقول موجودة في مكان جميل جدا ولطيف جدا. وأنت تتمشى من كنيسة إلى كنيسة تلقى مكتبات، تلقى يعني مال قهوة، بتاع قهوة بتاع شاي، تلقى حتى يعني أنت تتمشى في أزقة، وأنت تطلع من كنيسة لكنيسة يف عليك الهواء ويعني الأجواء رائعة جدا. هذا فيما يخص اليوم الرابع. فيما يخص اليوم الخامس وهو يوم العمارة الإسلامية اللي هي راح تكون في شارع المعز. شارع المعز مليء ب خلينا نقول العمارة الإسلامية، واللي طبعا يعني يحب خلينا نقول الفن الإسلامي سيستمتع كثيرا. وكذلك راح نزور متحف الفن الإسلامي وهو متحف جميل جدا، وطبعا يعتبر هذا المتحف هو أكبر متحف في العالم للفن الإسلامي. بكذي تكون انتهت الرحلة. أنا ما ودي أطول عليكم،
يعني إن شاء الله تكون رحلة جميلة تستمتعون فيها. آخر شيء ودي أقوله، اللي يبي يسجل طبعاً ممكن يتواصل معي على رقم التليفون بالواتساب، وكذلك ممكن يتواصل معي في الحسابي على الانستغرام في الدايركت مسج. ويعطيكم العافية وإن شاء الله نشوفكم على خير.